اصابه هاني، اصابه رامي، ففضل افضل ان انا ما اشاركش الماتش اللي فات علشان خاطر يعني يحافظ عليا وكده. فبشكر الكابتن حسام والجهاز الفني وبشكرهم النهارده الحمد لله. وما زي ما اقول لك اللعيبه هي دي بقى الرجاله، وهي دي يعني الناس كلها بتموت نفسها، هو ده سبب المكسب يعني. شفت اللي حصل في دماغ ازارو؟ انا قلت له قبل الماتش هتلعب ازاي، فالحمد لله اصابه خفيفه. ازارو الف سلام عليكم، مبروك على الجون ازارو حبيبي، ربنا يخليك يا صاحبي، ربنا يخليك لينا ويخليك لكل حاجه في البتاع. مين؟ اسكليليسي. اسكليليسي. الف سلامه يا ابو كريم، و الف سلامه، الف مبروك علوه، ومبروك وعلي ووليد واجاي وباقه. بصراحه فريق معانا جدا، من الناس المخلصه اللي بتحب النادي، بتشتغل بجد. معانا الكاسه اهو، الناس كانت تعبانه وبتأدي بكل رجوله، فببارك لهم وبارك لوليد النهارده على الجون، وهم بقى يبارك لهم. انت لك الاول بس قبل ما اروح لوليد وعلي معلول، وليد سعد ليه تعامل خاص تحديدا مع اللعيبه الاجانب اللي بيقولوا الاهلي؟ طبعا انتوا ولاد يعني زي مصر، يعني مصر والمغرب وتونس بلد دول مش اجانب تاني، لكن سعد بيتعامل معاكم. انا بالنسبه لعلي وليد انا الاجنبي. من العرب، العرب بلاش بقى الاشخاص. خويش خويو ده اتكلم معاك مغربي يعني؟ على عرب بلاش مغربي. دي فاهم يعني؟ لو عشان تفهم. لا اتكلم عربي يا من الاخر. هوبا ده هوبا، هتعمل ايه؟ خلاص علي قالوا له الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله.